من سنة واحدة بس، من سنة واحدة بس الرئيس السيسي أصدر قرار بإنشاء جامعة مصر المعلوماتية الأهلية، وإنه يبقى مقرها مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة الجامعة أصبحت مركز بالفعل موجود قائم شغال لبناء كوادر علمية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي. ولما هو أكثر، طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور ريم بهجت، رئيس جامعة مصر المعلوماتية، أو رئيسة بالتاء التأنيث في الآخر لجامعة مصر المعلوماتية. أهلا بك يا دكتور ريم. أهلا وسهلا يا فندم، شكرا. أهلا بحضرتك دكتور ريم. يمكن أول سؤال، إحنا ليه عملنا جامعة معلوماتية؟ اتنين، وليه في مدينة المعرفة بالتحديد؟ شكرا على الأسئلة دي. الحقيقة دي كانت رغبة الدولة في أن هذه التخصصات اللي هي التخصصات اللي احنا بنسميها بالمعلوماتية، اللي هي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات المتأثرة بها بشدة، دي تخصصات هامة جدا لسوق العمل الحالي والمستقبلي مع الثورة الصناعية الرابعة واللي جاية الثورة الصناعية الخامسة، داخل في كل مجالات العمل في كل المجالات بالفعل. ومن هنا كانت الرغبة في إنشاء جامعة تخصصية في هذه التخصصات، دي رغبة الدولة، وتأسست فعلا من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. والحقيقة السؤال الثاني اللي حضرتك بتسأله هي ليه في مدينة المعرفة أو في العاصمة الإدارية الجديدة؟ مدينة المعرفة هي المكان المخصص في العاصمة الإدارية الجديدة لوزارة الاتصالات، المؤسسات اللي تبع لوزارة الاتصالات والشركات القطاع اللي هي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات المتأثرة بها. ففي مدينة المعرفة حتى في المرحلة الحالية في المؤسسات اللي هي في مراكز تجريبية تخصصية في المجالات دي، في مراكز بحثية تطبيقية على مستوى عالي، قريبا جدا هيبقى في اللي هي الحاضنة للشركات الناشئة في مجالين مهمين سواء الإلكترونيات أو مجال الإمبادد سيستمز أو اللي هو النظم المدمجة، ده بالإضافة للامتداد الكبير اللي هيحصل ليها من الشركات الأخرى في القطاع. لما نتواجد جامعة بطلابها بدكاترتها في هذا المكان بالمحيط اللي حواليها، ده معناته تدريب مستمر للطلبة، ده معناته مشاريع تطبيقية فعلية للطلبة، ده معناته ان الدكاترة بعلمهم وأبحاثهم هيدخلوا يعني هيشاركوا في تطوير وحل في مشاكل واقعية. فيعني الحقيقه الايكو سيستم زي ما بنسميه او المكان المحيط ده بالجامعه مهم جدا، لان الجامعه دي مش بس للتعليم، انما هو تعليم مستمر وتدريب للطلبه ومشاركه البحث العلمي واعضاء التدريس بخبرتهم مع الشركات في مجالات متنوعه. الجامعه دي يا دكتور ريم معموله علشان تخرج لي كوادر لسوق العمل المصري الحالي والمستقبلي، ولا المصري زائد المنطقه العربيه والافريقيه، ولا كمان للعالم؟ يعني ان انا يبقى في عندي كادر متخرج من الجامعه دي صالح لاسواق العمل المرتبطه بيها في الدنيا وفي أكبر وأكثر الدول تقدما. صحيح كده يا فندم، هو لمصر وللمنطقة وللعالم، لأن كان أحد الشروط الحقيقة أو رغبة الدولة كانت لأن الجامعة دي تعمل اتفاقيات دولية مع كبرى الجامعات العالمية في هذه المجالات، وده عشان نتأكد من أن جودة التعليم على المستوى العالمي ومحدثة ومطورة. احنا مش بس ان احنا بنضاهي يعني بنعمل ماتشنج او تطابق بين المقررات بتاعتنا اللي بنديها او الماده العلميه والماده العلميه في الخارج، احنا حتى بنحاول ان احنا نحاكي نفس المعامل ونفس التجهيزات اللي موجوده في الجامعه اللي بنتفق معاها. فهنا بنتكلم على خريج
خليج يقدر ينافس في السوق المحلي إن شاء الله، وينافس في السوق العالمي أيضا. عظيم جدا. طيب دكتور ريم، احنا قدرنا لحد دلوقتي نقدر نقول عملنا كم شراكة او كم بروتوكول تعاون مع، طبعا مع كم جامعة، واقدر اقول ان هم مع ابرز الجامعات ايه؟ الحمد لله عملنا، كانت اول اتفاقية عندنا هي اتفاقية مع جامعة فردوس لافايت، هي جامعة امريكية، هي رقم 4 في الهندسة، في تخصصات الهندسة على اليو اس نيوز 2022، ودي كانت اتفاقيه في تخصصات الهندسه اللي هي الكترونكس وكوميونيكيشن، او اللي هي الكترونيات واتصالات، وتخصص هندسه الحاسب. عملنا كمان اتفاقيه اخرى مع جامعه برضو امريكيه اللي هي جامعه مينيسوتا توين سيتيز، جامعه مينيسوتا دي رقم 29 على اليو اس نيوز 2021 في مجال علوم الحاسب، ودي كانت مع كلية علوم الحاسب والمعلومات برضو في الجامعة. يعني هنا عندنا اتفاقية بالنسبة لكلية هندسة، عندنا اتفاقية أخرى بالنسبة لكلية علوم الحاسب والمعلوماتية. يمكن حلو برضو أن احنا نذكر أني مثلا في كلية علوم الحاسب والمعلوماتية البرنامج بيشمل مسارات تخصصية، ودي اللي تهمنا، أن أنا بخرج الطالب وفي تخصص في آخر سنتين بمسارات متنوعة، ممكن يختار الذكاء الاصطناعي، ممكن يختار اللي هو التعامل مع أو هندسة وعلوم البيانات وكبيرة الحجم، ممكن يختار الأمن السيبراني، ممكن يختار حتى اللي هي برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية، ويختار أو علوم الحاسب عموما. يمكن كويس برضو إن احنا نقول إن مش هي دي بس المجالات اللي عندنا، لأن في كليتين تانيين في الجامعة الحقيقة. الكلية يمكن اللي أذكرها على طول هي كلية فنون رقمية وتصميم، لأن دي بتيجي في المجال الفني الفنون، بس الفنون الرقمية. وبالتالي زي ما قلنا في كلية علوم الحاسب في برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية، كمان عندنا في كلية الفنون هو التصميم للألعاب الإلكترونية. عندنا تجربة المستخدم في مجالات متنوعة وهي مهمة، الرسوم المتحركة، الجرافيك أو تصميم الجرافيتي وهكذا. أنا ذكرت الألعاب الإلكترونية عشان أوري برضو الحقيقة التكامل بين التخصصات المختلفة في الكليات المختلفة. يمكن يعني مهم ان احنا نذكر الالعاب الالكترونيه هنا، وما بنتكلمش على ان احنا نعمل العاب عشان الشباب بتوعنا ينشغلوا بيها. الالعاب الالكترونيه بتستخدم في مجالات مفيده جدا، في التدريب في مجالات مختلفه. يعني الالعاب الالكترونيه هي موضوع متطور جدا، بيستخدم حتى في التعليم جدا، ومربح الى ابعد الحدود. يعني في لعبه من الالعاب دون ذكر الاسماء حققت 4 مليار دولار. ده حقيقي، ده حقيقي، ده مجال مهم جدا. طب يمكن برضو أذكر ليه المجالات دي برضو مفيدة، وده يمكن يجيبني للكلية الرابعة. الكلية الرابعة هي كلية تكنولوجيا الأعمال، فإحنا ممكن نشوفها كإدارة أعمال، بس المجالات المتأثرة جدا برضو بمجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وبالتالي فيها تخصصات زي مثلا التمويل، انما التخصص ده هيبقى متاثر جدا بمقررات اختياريه ليها دخل بالمجالات اللي هي الفينتك بنسميها، او التكنولوجيا الماليه والى اخره. في المحاسبه انما برضو فيها مقررات عديده متاثره جدا بالتحول الرقمي والاستخدام التكنولوجي في حاجات مختلفه كتير، الرقمنه. انما كمان فيها تكنولوجيا اداره الاعمال، فيها تحليل الاعمال، ففيها التسويق الرقمي والتجاره الالكترونيه، وفيها مجال مهم قوي اعتقد في مصر وهو رياده الاعمال والابتكار. ده بكالوريوس في حد ذاته، وهو موجود في بعض الجامعات الأخرى، إنما إحنا اهتمينا الحقيقة في الجامعة إن هذا التخصص كمان يطعم الكليات الأخرى. وبالتالي حضرتك في كلية الهندسة هتلاقيهم بياخدوا أكثر من مقرر للابتكار وريادة الأعمال في المجال الهندسي، هتلاقي حضرتك في كلية علوم الحاسب نفس الشيء وهكذا. ليه؟ لأن مش كل الشباب هيتخرج لازم يشتغل في وظائف، إنما ممكن
ان يحصل ان هم يعملوا شركاتهم الخاصه، ينشئوا شركاتهم لو احنا اعطيناهم المهارات والعلم الكافي لهذا. طبعا في تخصص البكالوريوس اللي هو تكنولوجيا الاعمال هيبقى بكالوريوس في حد ذاته متكامل، انما الكليات الاخرى بياخدوا بعض المقررات زي التدريبات مختلفه. طيب انا مش عايز اعطل حضرتك، بس انا فاضل لي سؤال واحد، انا سامع في تليفونات كتير بترن فمش عاوز اعطل حضرتك، لكن على حد علمي المتواضع انه الجامعات الكبيره في الدنيا بتبقى حاطه لنفسها استراتيجي معينه واهداف، من ضمنها هي جوده الاكاديميا بتاعتها، انه يبقى الاكاديميين بتوعهم على اعلى مستوى ممكن من الخبرات والجوده، من ناحيه تانية استقطاب الطلبه الدوليين، من ناحيه ثالثه النشر العلمي والبحثي، ومن ناحيه رابعه في الكليات التطبيقيه فكره انه المشروعات اللي بتخرج من الجامعه بتبقى قابله للتطبيق بالفعل والاستثمار فيما بعد. احنا في جامعه مصر للمعلوماتيه شايفين هنقدر نعمل ده في خلال مدد قد ايه؟ ان احنا نتحط على تصنيف كيو اس على سبيل المثال، او اتحط على تصنيف بتاع تايمز على سبيل مثال اخر. ده هدف من اهدافنا، ده بياخد وقت يا فندم، لان التصنيفات دي بتحتاج مش بس ابحاث علميه، بتحتاج براءه اختراع، بتحتاج طبعا يعني في ليها المعايير بتاعتها معايير كثيرة، لازم يكون عندنا خريجين لعدد من السنوات، وبالتالي مش هيبقى دلوقتي احنا نعلم طبعا هذا طبعا. انما احنا من دلوقتي بنبني جودة في اعضاء التدريس للطلبة، بحيث ان احنا نبني مستقبل لولادنا ونبني اسم للجامعة في الاتجاه ده. فمثلا على سبيل المثال اختيارنا لاعضاء هيئه التدريس، انا اعتقد يعني ازعم ان احنا بنختارهم يعني اختيار جيد، وعندنا هذا الوقت ان احنا نعمل كده، وبنختارهم من مدارس مختلفه، يعني في اللي هم اخذوا الدكتوراه وتخرجوا في مصر ومن احسن الجامعات، ومن يعني من الحقيقه من احسن اعضاء التدريس ونشاط علمي جيد جدا وبحثي جيد جدا. وفي من المدارس الاخرى، يعني عندنا من المانيا، عندنا من امريكا، عندنا من انجلترا، عندنا من اليابان. فالحقيقه احنا بنختارهم مدارس مختلفه، مش بس الجوده كمان، لان هو ده بيطعم العمليه التعليميه طبعا بالمدارس المختلفه اللي جم بيها. بالنسبه للطلبه احنا حرصنا ان احنا دايما نجذب الطلبه اللي جادين في الدراسه. ايوه هيعيشوا حياه جامعيه متكامله، انما كمان يكونوا جادين في الدراسه، لانه احنا عايزين نطلع خريج جيد. وبالتالي شجعنا مثلا دي الجامعات الاهليه بمصروفات دراسيه، فبرغم ان في مصروفات الا ان احنا بدانا ندي منح متدرجه، تخفيضات متدرجه حسب تفوق الطالب في الثانوي، سواء بقى كان ثانويه عامه او الشهادات المعادله. وانتهينا بمنح كامله اللي كانت مبادرة من السيد رئيس الجمهورية لأوائل الثانوية العامة وبدعم من شركات القطاع. ففعلا السنة اللي فاتت اللي هي كانت أول سنة لينا أدينا 29 منحة، وده عدد ضخم لأوائل الثانوية العامة طبعا. وإن شاء الله السنة دي دلوقتي برضو عرضنا 20 منحة لأوائل الثانوية العامة، والحقيقه لغايه دلوقتي قبلنا 30 مش 20، فان شاء الله يبقى خير يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل التوفيق دكتور ريم بهجت رئيس جامعه مصر للمعلوماتيه.